على 125، وفيها نص مشروع قرار تقدمت به وفود فرنسا والأردن واللوكسمبورغ والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. سأطرح مشروع القرار للتصويت الآن. أرجو من الوفود المؤيدة لمشروع القرار الوارد في الوثيقة S/2014/125 أن تتفضل برفع أيديها. نتيجة التصويت على النحو التالي: اعتمد مشروع القرار ب15 صوتا مؤيدا، أقر مشروع القرار بالإجماع. القرار 2140/2014. وسأعطي الكلمة الآن للوفود الراغبة في الحديث بعد التصويت.